وافق شن طبقة. مثل عربي قديم يضرب للدلالة على توافق اثنين في الطبع والسلوك. ترجع حكاية المثل إلى أحد دهات العرب يسمى شنا، ذكي بليغ أراد الزواج من فتاة تضاهيه فطنة وفصاحة. جاب الصحراء بحثا عنها حتى التقى رجلا اتخذه رفيقا له في سفره دون أن يخبره بأمره. وبينما هما في طريقهما قال شن للرجل: أتحملني أم أحملك يا عم؟ عجب رفيق شن للسؤال وآثر أن يتجاهله. ثم مر بزرع فسأل شن بعض الناس: أأكل هذا الزرع أم لم يؤكل؟ عجب رفيقه أكثر وقال: عجبا يا رجل، ترى زرعا مستحصدا، فتسأل أكل أم لا؟ سكت شن وكتم أمره. بعد حين مر بجنازة فسأل شن أحد المشيعين: أحي صاحب النعش أم ميت؟ دهش رفيقه وقال في نفسه: يا له من رجل جاهل، هل يحمل الأحياء إلى القبور؟ وصل إلى بلدة الرجل فدعاه للمبيت عنده. دخل الرجل على ابنته طبقة فألفاها تعد الغداء. بعد سؤالها عن حالها وأحوال أهل البيت مضى الأب يتجاذب أطراف الحديث مع ابنته، فروى لها ما بدر من الضيف. أطرقت ابنته ثم ردت: يا أبتي، ما صاحبك والله بجاهل، بل فطن بليغ اللسان. أما أتحملني أم أحملك فمعناها أتحدثني أم أحدثك، وأما الزرع الذي أكل فصاحبه قد استوفى ثمنه مقدما ولن يأكل منه عند حصاده، وأما الميت فيكون حيا إذا خلف عقبا، أي ولدا يبقي ذكره. خرج الرجل إلى ضيفه فروى له تفسير ابنته. سر شن لما سمع وخطب طبقة من أبيها فأعطاه إياها، وتناقل الناس قصتهما فقيل: وافق شن طبقة، وصار مثلا يضرب في توافق المتشابهين وتماثلهما.